بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد انتهينا في الحلقات السابقه الى توضيح معنى البلاء وانه يصيب العبد سواء كان هذا العبد صالحا او غير صالح وان هذا البلاء يكون بالخير ويكون بالشر يكون بالسراء ويكون بالضراء وان حجم المعاناه في الحالين من العبد المبتلى تقريبا حجم واحد وهو مناط الثواب يوم القيامه والخروج على الهدف هذا هو سيكون مناط العقاب يوم القيامه ناتي للسؤال الذي تلقيناه قبل تقريبا حلقتين وهو ما علاقه البلاء بما يمر به العالم الان من وباء كورونا. هل هو عقاب؟ هل هو ابتلاء؟ بناء على ما قدمناه نستطيع ان نجيب بالقول بان الله سبحانه وتعالى له ان يفعل مع عباده ما يشاء، لكن هناك مرجحات لان نعتقد ان هذا الذي يحدث الان او هذا الذي حدث هو رساله من الله سبحانه وتعالى فيها تحذير او فيها انذار لان لله سبحانه وتعالى نذرا في 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 عباده يخوف عباده ليرجعوا عما هم فيه من انحرافات. من يتتبع تاريخيا وضع الحضاره او وضع النهضه العلميه او النهضه الغربيه في في الغرب سواء كان الانجلو امريكان انجلو امريكان او كان في بلاد اخرى او اقاليم اخرى من الاقاليم التي تنهج هذا النهج نجد ان هناك انحرافات كثيره جدا وادت بها الى ان تنحرف انحرافا كاملا. لا نريد ان نستقصي في هذه الدقائق ما حدث ولكن هناك مؤلفات كثيره جدا غربية وانا اعتمد على المؤلفات الغربية ومترجمة الى اللغة العربية وكلها كتابات كتا يعني صدرت من اقلام حكيمة ونبهت الى الخطر الشديد الذي يتربص بالعالم كله من جراء انحراف هذه الحضارة العلمية عن افاق الاخلاق او عن طريق الاخلاق واثبتوا ان هذه الحضارة تنكرت لله سبحانه وتعالى تنكرت للاديان تنكرت للأخلاق، تنكرت الاسره كما هو الحادث الان وتنكرت لكل قيمه بنيت على الفطره الالهيه التي فطر الله الناس عليها وهي اولا ان بعض الشخصيات المرموقه سياسيا الشخصيات الغربيه والتي تمثل انموذجا يتطلع الجميع الى ان يحاكيه او ان يحتذي به في حفل من او في احتفال من الاحتفالات قدم صاحبته التي انجب منها اولادا او اطفالا كبارا قدمها على انها سيتزوجها يعني اعلن الزواج او يعلن زواجه بعد ان عاش مع هذه الانسانه فتره طويله طبعا في علاقات نحن أبناء الأديان أو المؤمنين بالنسبة لنا هذه علاقات آثمة بعض الـ الـ يعني الاخوه يعيبون علي ويقولون يعني ما تخليك في حالك وأسيب الناس و او الحضارات الاخرى ودي حضارات راضيه بها اهلها وطبعا يعني انا اؤمن بنار القرآن الذي اؤمن به لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وهذا صحيح وهذا لا يضرنا فقط لو كان الغرب يكتفي بضلاله ولا يحاول محاولات جاده في نشر هذه الضلالات وفرضها على الأمم الأخرى وبخاصة الأمم المتدينة وعلى الأخص على المسلمين والله لو أن الغرب اكتفى بانحرافاته وأغلق بابه عليه ولم يطالبنا بالاقتداء به صحيح كنا يعني نسأل الله أو نحمد الله على أن عافانا وينتهي الأمر ولكن نحن اليوم أمام غزو متدفق لنشر هذه الثقافة وطبعا تحدثنا كثيرا عن المؤتمرات الدولية مؤتمرات سداوة مؤتمرات المرأة والمؤتمرات التي تهدف إلى إزالة كل الفروق بين الرجل والمرأة والتي تطالب بأن المرأة تتزوج مرأة والرجل يتزوج رجل وأيضا يعني وصل الأمر إلى أنهم يحاربون كلمة زواج ويستبدلون بها كلمة مشاركة أو مؤاخاة أو شيء من هذا القبيل. مشكلة الغرب معنا الآن أن الغرب يريد أن يفرض علينا ثقافة تدمر ثقافتنا. أنا هنا أتذكر الحديث الشريف وهو حديث عميق دلالة إلى أبعد الحدود وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. طيب جميل وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء يعني حينما يشعرون بانهم بالعطش كانوا كلما ارادوا ان يشربوا يذهبوا الى الدور الثاني ليحضروا الماء. فكانوا اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فتفتق يعني ذهن بعضهم وقالوا يعني بدل ان نزعج الاخرين وبدل ان نتعب احنا طالعين نازلين فلو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نُؤْذِ من فوقنا والحديث هنا يتوقف ماذا نصنع لو امام هذه النصائح ونصائح لها منطقها ولها مبررات يعني هذه النصيحة لها مبرر عندهم أولا لا يؤذوا من فوقهم لا يؤذون من فوقهم وثانيا أنهم يستريحون أو يعني يتفاودون هذا العناء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن تركوهم وما أرادوا يعني إن أهل السفينة أو ربان السفينة أو القائمين على هذه السفينة لو تركوهم فعلا ينفذوا هذه الخطط والتي هي في ظاهرها خطط اقتصاديه ممتازه او تحقق منافع وتحقق مكاسب ولكن ان تركوهم سوف تغرق هذه السفينه بهم وبمن فوقهم ولكن اذا تحرك العقلاء في هذه السفينه واخذوا على ايديهم منعوهم من ان يحدثوا هذا الحدث فالنتيجه انهم نجا من, من من في اسفل السفينه ونجوا جميعا وايضا من كان في اعلى السفينه علينا ان نقارن بين هذه الصوره بعدما فهمنا بعض المرامي بقوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا